الو، غادي نعطي للسيدات اليوم واحد التوضيح وواحد بعض الاسرار ديال المهنه ديالي وبعض الاسرار الابحاث ديالي وديال الناس اللي انا تنستافد منهم. يعني دائما تندير دي فورماسيون باش نكون اجور ونبحث في الماده وعلاش يعني ما كنجيو كنجربها وكنقتنع بها الا وبعد ابحاث كثيره. انا خاص نعرفوا علاش اليوم غيزلان جات تهضر على لا باف ديسكاركو، لان عندي معها قصه كنت سبق لي وحكيتها في التلفازه وغادي نعطيكم منها يعني بعض دونك. وانا فريمون صغيره هزيت اميكروب من حمام البلدي ديالنا، يعني سي دي فيرو تولال في الذات ديالي كامله، وبواحد الطريقه خرافيه لواحد السيده من العائله غادي تجي وتاخذ بطريقه خرافيه ببوشه وغادي ديرها لي وانا صغيره وتنغوت وغديرها لي على داك التولال. من بعد 48 ساعه يبس داك لي فيرو اللي قبل من اسبوع مشيت للطبيب خديت الادويه والو. دونك من هنا بقى عندي واحد الحب واحد القناعه بالمنافع ديال لعاب الحلزون. مني كبرت يعني من بعد مرور يمكن 26 سنه غادي نكتشف مره اخرى المنافع ديال لاباف ديسكاركو، وغادي نجرب في البقع في لي طاش برون اللي بقاو لي من بعد لا غروسيس، غادي نجربها في الحب الشباب اللي مره بلو ديزيكيليبر هرمونال تينوض لي بعد في بعض المناطق كجميع النساء في الوجه. وبديت كنبحث كنبغي نعرف علاش لا باف ديسكاركو عندها هاد المنافع. بديت نجرب في الزبائن ديالي في المركز كنشوف بان عندها منافع كثيره على حب الشباب، عندها منافع كثيره على الكلف. بديت كنبحث في التاريخ فوقاش اكتشفت هاد لا باف. اكتشفت في الحرب العالميه الثانيه، في نهايه الحرب العالميه، من بعد ما بقاو بزاف ديال يعني الضحايا ديال هاد الحرب من جروح من حروق، وكان تيتعالجوا في مراكز يعني بهذا لا باف ديسكاركو. غير مع مرور السنين وتقدم ديال العلم صافي تجاهلنا هاد الامور هذه الطبيعيه ودزنا للمواد الكيميائيه. غادي نبحث عاوتاني مره اخرى وغادي نشوف علاش الببوشه شو سبحان الله العظيم اللي تمعنا فيها يعني من اضعف خلق الله، وكتمشي فوق التراب او فوق الحجر وما تتجرحش ليها الذات ديالها. غادي نبحث عاوتاني في هذا العالم هذا وفي هذا المجال وغنسول الناس اللي يعني اهل العلم في هذا الميدان هذا، وغادي نكتشف بان الببوشه وهي غاده فوق داك الحجر او غاده فوق داك التراب وهي تطلق داك اللعاب ديالها اللي تيحميها، يعني ولو تجرح من داك الحجر فاللعاب ديالها اوتوماتيكمون تيسودي ليها. داكشي علاش نقول لكم بان الي تري سيكاتريزونت، يعني الناس اللي عندهم جروح او عندهم شي حبوبه وبغاوها تسيكاتريز لهم دغيا، لان لا سيكاتريزاسيون د لا بو ديالنا كنعرفوها كدار في 21 يوم حتى كيتجددوا لينا الخلايا، ولا بغيناها دار بسرعه فما علينا غير بمواد بحال هذه بحال لا باف ديسكاركو. دونك نتمعنوا مزيان في الخالق وفي هذا المخلوق الضعيف ونشوفوا بان الببوشه وهي ماشيه كتطلق داك اللعاب ديالها باش تسيكاتريزي ليها هذاك اون كا ولا تجرحات، كي سيكرا سيكاتريزي ليها لا كوكي ديك الدويره ديالها، ديك لا كوكي اللي عندها من الفوق الا مشات هرسها لها شي حد فهي كتسودا بوحدها في وقت وجيز. دونك هنا الا تمعنا في هذا الشيء غنقتنعوا بوحدنا بالعظمه هاد الاضعف خلق الله وبهاد الماده اللي عطاها ليها خلقها ربي بها، ونستافدوا حتى حنا بهاد المواد. وعلى ذكر هذا المنتوج هذا متواجد في جميع الصيدليات، جميع الشبه الصيدليات اللي هما لي باغا فارماسي في المغرب كامل، يسوفي اننا نطلبوا لا باف ديسكاركو بور. دونك بحال هكذا يعني اللي تكون غادي نوريها لكم، اللي تكون بحال هكذا طبيعيه 100%، شتي في دايره بحال الماء ما فيها حتى شي رائحه بالنسبه للناس اللي تيعافوا. يعني بزاف السيدات تيجيو عندي في الاول ملي تندير لهم ان سوان دو فيزاج وتنوضعها لهم كماسك كقناع على البشره ديالهم، في الاول تيتخوفوا تتقول لك تتخيل في مخها في المخيله ديالها بانها راه شي حاجه ديال الببوشه، ولكن ملي كنشوفوها هكذا في ان فلاكون تنحطوها في البشره ديالنا بما ان ما فيها حتى شي رائحه ولزجه وتري هيدراتونت، ومن بعد ملي كيشوفوا المنافع ديالها ما تيبقاوش يتخوفوا منها. على ذكر يعني من اشهر السيدات في العالم ديال التجميل اللي هي جويل، يعني في العالم العربي،
فإلا شفنا في يعني عبر المواقع الاجتماعية ديالها أو فيسبوك ديالها انستغرام تنشوفوا مؤخرا نزلت صور وهي حاطة ببوشة على البشرة ديالها. دونك يعني ديجا هاد المرأة راها قدوة ديال النساء العربيات والمغربيات، يعني ما دارتها جوال إلا وحتى حنا يمكننا نستفدوا من المنافع ديالها. شكرا لموقع لالا بلوس، كنتمنى لكم يعني مسيرة موفقة وتبارك الله عليكم.